يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لكل شخص أن يقوم بالرقية أو يكون هذا متخصصا بإناس معينين؟ يكون يعلم أحكام الرقية، لا بد يكون يعلم أحكام الرقية والجائز منها والذي لا يجوز. بعضهم يقرأ في كتب الخرافيين ويجي يرقي الناس بها علشان يأخذ فلوس، تخلح حرفة. نعم. هذا يقول ولذلك يعثر على كثير من الرقاة عندهم من كتب الخرافيين يستعملونها، واللي حملهم على هذا جلب الناس لهم وأخذ الفلوس. نعم.